بسم الله الراجل باسم الحق وجرين بويز. شحال ما حاول يحكي هذا الفيلم دوكيمونتير ما غيتوفقش، ولو لأشهر ماشي ساعات، في وصف اختيارات وتفاعلات أحاسيس وردود أفعال، صدف وحوادث، أخطاء وإنجازات، تطور وتغيير ديال الجروب، والحق يقال جامع حرق المراحل. 10 وزيد 5 فيها بزاف ديال المعاناه، فيها بزاف ديال الصعوبات، لكن خاص نقوم كملين من اجل رفع افكار جديده ورغبه متجدده باش نعيشوا شغف ايردراس بالسكيل الكبير والصغير، قدماء والمنتحر. كيفاش بدات لاكليك اول مره؟ كنا بدينا كنتلاقاو في لي ديبلاسمون في زونور، من بعد تطورات العلاقه اختارينا نوليو نجلسو تحت المكانه من جوج بلايص. كان ديك الساعه العدد ديالنا قليل من 20 حتى 30، وكان المبدا ديالنا واخا ديك الساعه الالترا ما كايناش في البلاد ونشجعو 90 دقيقه واقفين نمشيو مع الراجل 30 دوره. واخا هكا كنا كنلقاو مشاكل في اليوم باش بنادم يتقبلك توقف 90 دقيقة أو تغني، جمهور الراجل كان دواق كان كيبغي يبقى يتفرج، ومرة مرة وسط الماتش كتسمع شي نويطة من نويطات القدام ديال المكان. كان فيها واحد الجيل هو اللي خلانا نختاروا المكان، كانوا كيحضروا مع الراجل قبل منا، سوا في كازا ولا برا كازا.
من بعد قررنا نمشيو لبلد سعود جنب ديال المكان حتى التريبين باش نتفاداو الصداع والمناوشات وداكشي. حيت كان لوبجيكتيف ديالنا حنا هو نخلقوا الحماس وفي نفس الوقت ندخلوا واحد الشكل جديد ديال التشجيع. المهم بشويه بشويه بداو كيلتحقوا بينا دراري جيل ديالنا جيل اللي قبل منا. صافي يديت كبر القاعده بدينا كنطبعوا كاع لي شونف فورا وكيتباعوا في المكان باش كلشي يحفظ وكلشي زعما انا يغني معنا. الصعوبات اللي كانوا عندنا كان صعوبة في التواصل ديك الوقيته كان عندنا صعوبة في التواصل من غير نهار الماتش. صافي داكشي علاش كنا كنتلاقاو نهار الماتش قبل بشي خمسة السوايع بحال هكا باش كندوي بزاف ديال النقاط. وملي كان كيكون ديبلاسمون كانت معروفة محطة محطة نهار الجمعة مع السبعة كتلقى كلشي بري كاين في المحطة. هادي إلا كانت شي مسافة طويلة كانت شي لعيبة قريبة بحال هكا كرا نهار الماتش كنتلاقاو الصباح بكري. موسم 2003-2004 القاعدة بدات كتكبر وكانت الراجل لاعب الكاف ودونور كان مسدود. كنا كنلعبو الأغلبية ديال الماتشات في الرباط والخرجات كعادة التحدي كان هو 30 دور. هاد الأعوام كان عزوف جماهيري كبير كان المردود ديال اغلب الفراقي ناقص حتى الجمعيات ما كانوش دايرين شي دور في عطاء واحد الجماليه والاحتفاليه. البدايه ديال 2004 غريبا التوني ديال السيلتيك اللي كان اول مره جابو واحد الدري في الانجليز كان جاب غير شي حاجه قليله ومن بعد كلشي بغى داك التوني. كان الجوده ديالو كانت مزيانه حتى الشكل ديالو كان خضر وبيض مخطط. واحد النهار بالصدفه كانوا حارقين شي دراري رجويين وضربوا في واحد الكونتونير وما يلقاو فيه توني ديال السيلتيك اللي كان تصوب في المغرب وغادي اسكتلاند. من بعد تهزو دوك التونيات تحولوا للقريه لان بدا كيشري واسابيع قليله ولات المكانه كلشي دار بالسيلتيك. هنا في الاداره ديال السيلتيك لاحت واحد التصويره ديالنا بداك التوني اللي تلبس في المكانه قبل ما تلبس الفرقه ديال السيلتيك. وذاك العام كانت كتلعب السيلتيك في امبرو هو اللي كان جاب داك الترينيت من الانجليز. موسم 2004-2005 موسم اللي كبرات فيه لاكليك ديال بصح غني ديالو ولا حافظهم الكبير والصح التحدي ديال لي بلاص مكبر ولا الباركاج كبير. جميع المدن اللي كنا كنمشيو لها كنجلسو في الفيراج اللي بغينا كلشي ديالنا. شحال من تيره كنا كنجلسو في البلاصه ولا كيجلسو فيها الجمهور ديال ديك المدينه اللي من بعد ما جات الانتراس بحال الرباط. كنا واخا كنلعبو ضد الفيران حنا اللي كنا كنكونو بزاف حنا اللي كنا كنجلسو في المكان مكان ديالنا في الممشي. تقريبا في البداية ديال 2005 بدينا كنفكروا نزيدوا شي لمسة جديدة من غير شكل التشجيع اللي كان ولينا كنتلاقاو من غير التيران والخرجات. وقبل ما تسالي لا سيزون بدات الفكرة ديال دار جروب اولترا داروا بزاف ديال لي ريونيون كان اخيرا قبل الماتش ديال الدوري 30 كونتر الفيران نهار 16 17 18 من شهر 6 2005 اللي كان خرج فيها البرودوي تي شيرت ديال لاكليك سيلتيك باش تجمع منو اون بارتي من البيوتي وخا قليلة لا كونتيتي اللي كانت خرجات. اتفقنا بلي غادي يكون الجروب اوفيسيالمون ابري لا فان ديال لا سيزون ملي نسالي الماتش الدوري 30 باش نبدا موسم جديد بستيل جديد ديفيرون على اللي كان. راجع عندها ليدونتيتي ديالها وشمو الراجع من زمان عندو ليدونتيتي ديالو كان جا الوقت باش نبينوها بطريقتنا. تحطو اقتراحات ديال السمية من بينها جرين بويز اللي تختارت رسميا نهار 21 جوان 2005 من بعد ما ناقشنا فيلوزوفي ولا فيزيون ديال الجروب كيفاش خاصها تكون. ابري هاد الاجتماعات قرر باش نمشيو اول خرجة خارج المغرب كونتر الاهلي في ماتش ديال الشامبيونز ليغ اللي كان من وراء تاسيس المجموعه بايامات قليله. من بعد ما رتبنا الامور مع لاجونس دو فواياج وتفاهمنا على الثمن ا كونديسيون بيان سور يكون العدد 50 بلاصه مالوزمون ما كانش ممكن نكملوا داك العدد في ديك الظرفيه وديك الوقيته.
تأجلت أول خرجة ديال الجروب حتى الماتش كونتر ليطوال في الموانوف 2005. من بعد قل من شهر جا الماتش ديال الفينال ديال لاكوب دي ترون كونتر لوسيكا اللي كان أول لقب عشتو المجموعة مع الراجا، وكان فيه دي بلاسمون أورغانيزي. من وراء هذا الماتش جا الماتش الروتور كونتر الأهلي اللي كان نورمالمون مقرر فيه يكون تيفو فوال فورزا راجا جرين بويز، اللي ما قدرناش نوجدوه ديك الوقيته بزاف الاسباب، منها ما هو مادي بيجي ما كانش سوفيزون، ومنها ما هو لوجيستيكي فلام اللي شرى الجروب من تيفو بويتي تعطل في لا ليفريزو ما وصلش في الوقت. جا الماتش اللي طوال بتاريخ 24 سبتمبر 2005 اللي كان في اول خدمه اوفيسيال ديال الجروب الفوال فورزا راجا جرين بويز بلي بوند الاخضر والبيض مع اول كراكاج منظم ديك الساعه، واللي درنا وصل الفيراج من باب 13، من تما بقات هي البلاصه باشا ديال الجروب. من وراء هذا الماتش كان خاص يتصاوب الباش ديال الجروب اللي تعطل شويه، حيت اصلا الجروب ما كان مسابق مع حتى واحد، وحتى التاريخ تاسيس المجموعه كان ديما مرتبط بأول اجتماع اتفقنا فيه نخلقوا الفكرة، ماشي بأول باشاج. وي زيكزامبل كتير في هاد الصادات، عندك جروبات في الإيطالي ولتراتيتو من الجروبات الأولين في الموفمون باشا، وتدارو عامين أتلانتا كوموندو تأسسو في 1971 وباشا وتال 1972، ولترا فيورنتينا بدأو في 1973 وباشا موراه بام بوي سان لافين شوز، والامثله كثيره. حتى لهنا تخلقات فكره بالمفاهيم متفق عليها والايديولوجيا اللي مامنين بها، وبخطوه خطوه غنعيشو مجموعين باقي المراحل في التاريخ الكبير ديال المجموعه. من بعد ما حطينا الاسس وبدا العمل، كانت واحد الخصوصيه كتميز الجروب اللي هو ان الفكرة تخلقات من لاباسيون، ولاباسيون ميمكنش يكون الاساس ديالها معتمد على شي جهة. الكريتير الاول اللي كان لوطوجيستيون فينونسيير، تسيير التمويل الذاتي للمجموعة، سهل دق البيبان باش خدمتك دغيا تبان. لكن هنا كانت عندنا قناعة ديالنا مختلفة، باش الخدمة تبان ما دقيناش البيبان، بنيناها على الانيرجي والبوتونسيال ديال الشبان. لاديزيون لي برودوي المصدر الوحيد ديال العمل ديال المجموعه، واخا كانت البدايه صعيبه قدرنا نبنيو ان جروب سوليدير انتو شابل وديورابل اللي ميمكنش تزعزعو. فرج الدورة ديالو في المكان، وحيت الالتراس بطبعا كتاخد الفيراج هو البلاصه فين كتمارس النشاط ديالها، وكتعتبره مساحه كتشجع منها فرقتك وكتطلق فيها العنان للابداع، واللي كيتعتبر وحده من الحوايج الايجابيين في الحركيه. وفي هاد السنه غيدار اول باش ديال جرين بويز، وغيت باشا نهار 23 في شهر 1 ضد شباب المسيره في بلجيكا. في هاد الوقت الجروب ما كانوا مسابق مع حتى شي واحد، لا تكون الاول ولا تكون الثاني ولا حتى تكون الاخر. اهم حاجه كانت عندنا هو نخلقوا جروب اولترا، داكشي اللي كان ابري لا كرياسيون بقينا غادي ندق دق، وهادشي اللي وقع لاغلبيه الجروبات في الطاليان اللي بداو في ميدان الحركه. الجروب ولينا كنخدموا بليزومو على لي كراكاج اورغانيزي، وجبدوا الماتش ديال الراجا والهلال السوداني اللي باطينا فيه الريكور. لي كراكاج في ديك لا بيريود ولاو كيخلقوا واحد البوليميك كبيره، اللي المشجع العادي
كي كينسى الماتش وكيدور كيشوف لي جرادان كيشوف اش تعرف يعني. بالرجوع الموسم 2006 مجموعة غادي تتعرض لأول مرة لمصادرة تيفو اللي من خلاله تم القبض على أغلب أعضاء المجموعة وتم إطلاق سراحهم حتى بعد اللقاء. السبب مازال مجهول لحد الآن. فهاد السنة بالضبط كانوا بزاف ديال الأحداث وأهمها هو المجموعة قدرت توقف على رجليها وترسم خارطة الطريق من أجل التمويل الذاتي سواء بإصدار أول منتوج المجموعة وكذلك بفتح باب الخيارات مع نهاية الموسم. 2007 ما كانت إلا امتداد لوجيك للخدمة اللي دارت في 2006 وبالفعل كانت سنة اللي محتاجة فيها الراجة جمهورها بسبب أسبة النتائج في البطولة واللي ولات مهددة بالسقوط، لكن تعطت فيها دروس في الوفاء من طرف هذا الشباب اللي ولوا مركز اهتمام كبير في التيران من طرف الجمهور. في 2008 الموفمون بدا كيضيع في البلاد ولاو كاع الفرق تقريبا عندهم جروب اولترا، كاع الشباك ولاو وراء الباص، العباد مغرومه ومناش دوك اللي كيلعبوا دور البطل، بل يصرون ان تنتشر الفكره حيت في الاصل تعيش الفكره. من نور سمادرو صغار كانت كواليس تيفو ديال بيرباط اللي عنوان سميه الجروب مع كراكاج تبعو شده تاع السوفي. مشاعر التضامن والتلاحم زادوا لداكشي اللي كيعيشوا جديه اكثر. نمشيو ل 21 سبتمبر 2008 اول سيكسيون ديال الجروب سيكسيون رابع. هاد السيكسيون غدير ميساج ضد الفيران اللي فيه ماشي نفس المدينه لكن نفس الحماسه. غرين بوز ولاد الرباط كانوا رفقاء الدرب ديال ولد كازا في العامين اللي قبل، لكن هاد المره الوجود ديالهم ولا بصفه رسميه. ومن هنا بدات فكره السيكسيون اللي الجوار ديالها أن الراجع ديال كلشي وكاينين رجاويين في أي بلاصة وفين ما مشيتي غتلقى الرجاوية. في داك العام كان ديبلاسمون تونس حيت الراجع لعب مع صفاقس. أون فوا وصلنا لمطار قرطاج شدينا الطبل، لكن عرفت واحد اللقطة زوينة من البريكاد كوش وعطاونا الطبل ديالهم نهار الماتش. الروتور ديال هاد الماتش عرفت تضامن مع القضية الفلسطينية ودخلوا الدرابوات لفلسطين مع وشاح الكوفية الفلسطينية كرمز ديال المقاومة. 2009 غتكون كتحلم، انا كان عندي بالك ان الجروب يبقى ديما عايش بجيل واحد. بالعكس هاد السنه بالضبط تزادوا رجاويين جداد من كل بقاع مختلف الاعمار والتحقوا بالركب حيت طنجة غوتات والقويره جاوبات ديما راجا. هذا كيحينا ديريكتومون الميساج شيفو فوكس بوبيلي العمل المشترك في الديربي. هاد العام بالضبط الشق المادي كان خانق، علاش؟ حيت كثروا التحديات غير هو على رئيسي فول بوزل برا تيران ولا الداخل كان عايشو على قبل النهار. لحد هاد النهار يستاهل واحد يتقاتل عليه ما حدو في الدنيا، لربما ولو بشق الانفس يقدر شي نهار يصوب 300 دراب ويطلع عند الحسنية. رغم ان فوق طاقتي كانت ولا تحصلوا الدراري في بلاغ نهاية الموسم اللي طلع في الفورم حيت كان بين عينيهم عطاو اكثر، لكن وعدوا باش يداركو في الموسم اللي جاي. شكون ينسى ديربي اومبير على أنغام الاعتراف الخاطئة رغم الظروف المناخية القاهرة، إلا أنه طلع إجلال للفريق ثم اللي ضحاوا على قبل طيلة هذه الأربع سنوات الماضية وخصوصا الناس اللي ضحاوا في ذيك الليلة. الحاجة الوحيدة اللي بغينا نزيدها أن الكرويلة نجمات والمرسيدس وحلات. ديك السنة بالضبط كان أول كورتاج بالباص المجموعة كان في مدينة سلا. كانت واحد القوة صوتية مخيفة تعاش في كل المدن بل والبلدان اللي تكرس فيها الصمت بحال كراكاج في الصيف.
العمل بنظام الخلايا لتقريب وتسهيل تقسيم العمل لا أقل ولا أكثر، حيث الانتماء للجروب ماشي الدروب، هي سنة انتقالية بالنسبة للجروب حيث من الداخل بدا كيكبر، وهكا بدات خدمة لي سيلول اللي خلات لاسبي أوربان يبان أكثر واللي غتولي ثقافة الجرافيتي تكثر، ويتاخذوا الدراري ديال الأولترا هو مستقل على أي استيل آخر، وأنها نمط عايش في قاعدية على أي جمهور راجع عمل عام كيزيد يأكد أنه ماشي عادي وأنه بدون منافس. الحاجة اللي بانت في ديربي آلي والديربي الروتور راه تكتب في ميساج سنترال كلوب مونديال اي بيبليك سون ريفال، كان أول تيفودو بالفاس في المغرب لوغو وسط المكانة دايرة بي جي بي، والتيفو الثاني 05 كسنة تأسيس المجموعة، أما التيفو الثالث فهو تخليد للمجد ديال الفرقة بجملة الرجاء العالمي. هذا الجمهور اللي ما عندوش منافس غيعاود يأكد في الدورة 30 غنمشيو كامل للمدينة تبار ترافيكات هونداش والماطر إلى آخره، نطروس كاملة خضرة. درنا واحد باركاج اللي عمرو دار بحالو في المغرب، داك العام ما جابش الله واخا الماتش اللي كان ملعوب في نفس الوقت طراو فيه شي حوايج اللي تبدل شكون غيدي هذاك العام. موسم 2010-2011 المجموعة بدلات الستركتور ديالها ولات كتخدم عن طريق الخلايا واللي كاينين في جميع الأحياء ديال كاطا. كانوا بزاف ديال الأسباب اللي خلاو الجروب يمشي في هاد الاتجاه، منهم القاعدة اللي كبرات وحتى حرب العبالات اللي كانت في الكوربة في هاد الوقيتة اللي كانت بين الزرامة وبعض الدخلاء اللي كانوا كيجيو يشفروا، وكانوا سبب تهجير عدد كبير من الرجاويين اللي كيجيو للفيراج. ولكن ما كانش هذا هو الحل، شي علاش المجموعة خدات على العاتق ديالها الى جانب رفقاء الدرب الترا ايجلز تنقيت الفيراج من الدخلاء اللي ما كيشاركوناش نفس الافكار وما كيشاركوناش نفس الهدف اللي هو الدفع بالفارق اولا وتشريف كوربة ثانيا، حيت من غير السرقة والفوضى اللي كانوا كيديروا حتى طريقة اللباس ديالهم كانت كتخدش صورة الكوربة بارتدائهم لي سيرفات ولي مايو ديال الفرق الاوروبية. ومن هنا بدا الجروب كيزرع ثقافة الهندام او ما يعرف بالكازويا. اغلبية ثقافات الشباب عندهم واحد اللوك ولا دريس كود اللي كيميزهم على البقية، مثلا الروكرز والموتس في الخمسينات وحتى سكين هيدز في الستينات والهيب هوب في السبعينات. من هنا جات الفكرة ديال الكاجوال ستايل اللي الاصل ديال الظهور ديالها كان عصفورين بحجر واحد، كان التمويه وعدم اثارة الانتباه من جهة حيت الماركات اغلبيتهم كان الثمن ديالهم باهظ، وفي نفس الوقت كان واحد الكود ما غاديش يستوعبو انسان ما كينتميش لنفس الثقافة. هادشي علاش اغلب مجموعة الالتراس خداو هاد الثقافة كطريقة لللباس. اواخر 2010 كما سبق الذكر بدا الانتشار ديال هاد الثقافة في المجموعة تدريجيا بالاعضاء، سواء خلال الاجتماعات او اللقاءات ولا النقاشات ديالهم اللي كانت بداية محاربة غير مباشرة اللي ظهرت للشيرفات ديال الفرق الاجنبية اللي كانت منتشرة في هاد الوقيتة. بدات المنافسة تدريجيا بمحاولة اقتناء الماركات المشهورة رغم غلاء ثمنها وندرتها في السوق، ومع مرور السنين نقدروا نقولوا بلي وصلنا لواحد لا ميتامورفوز في طريقة اللباس من لي سيرفيتمون لوك كازوال جين سويت ولي باسكيت تاعهم. وباش ما ننساوش اهم حاجة، ثقافة الكازوال كتبقى تكميلية وما كتعنيش انك لبستي اغلى الماركات غادي تكون اولتراس، حيت هاد الدائرة اكبر من ان تكون مجرد موضة. البروجي ديال تنقية الكورفة خدا شوية ديال الوقت حيت كانت واحد الترانزيسيون في الجروب، كانوا التحقوا بزاف ديال الاعضاء اللي العمر ديالهم ما بين 16 عام حتى 26 عام، كانت باقا واحد الفئة من الحرس القديم ديال المجموعة اللي بقاو ليومنا هذا. المهم هاد المعضلة خدات شوية ديال الوقت، وفي اخر المطاف نجحنا في طرد هاد النوع اللي ماشي جمهور ديال الرجاء في الاصل، داكشي علاش قاومنا العنف بالعنف حيت ما بغيناش يمشيو ويعاودوا الرجاء، وكان كذلك درس لاي واحد غادي يبغي يطاول الصمة ديال الكورفة، وكان اي متطفل او متشز غادي يدخل الكورفة غياكل لاصا. في هذا العام كذلك ولينا كنتجمعوا في احد المقاهي، ما بقاش اللقاء ديالنا مربوط بالغيمي ولا لي ماتش، ولينا كنتلاقاو في تقريبا كل نهار وبدا مصطلح ديال الفاميلي كينتشر بين الدراري، ولا نقدروا نوقفوا مع اي واحد منا طايح في مشكل كيف ما كان السبب ديالو سواء متعلق بالتيران ولا باي حاجه اخرى. في هذا البيريود كان الجروب تشبه بالستيل ديال الاولد سكول، سواء في الطريقه ديال اللبس في التفكير في الاعمال في اي حاجه، حتى من الماتوس غادي نبدلوا العام اللي موراه وغادي نرسموه كامل باليد ديالنا.
الدروب جمعتنا الخضرة والجروب عليها دخلنا في 2012 متحدين وبين عينينا اهداف السنة اللي قبل التنظيم اللي ولا قاس حتى الهندام وحيا تحول الكاجوال من ستيل فيستيمونتير الى مبدا وتخاد تورسني كهوية الجروب تيرا من عند الدراري اللي عاشوها بلوثنتيسيتي وما خلاوش الاله الطبيعه تعيش بلاصه ديك السنه الماطوس ولا 100% مرسوم باليد كيما البارش اللي بانت في الدوره واحد ضد الفتح هاد الماتش بالضبط طلعنا فيه تي فوكور فاسيود افيك ان ميسا سنترال ديغيغ فوجيسكو من اول ضربه تلاقح الفكره ديال العقليات المختلفه في الجروب افرز ايضا البوم رابع مغاير ومتنوع الانماط تسمى فيتا دي باسيوني اي حياه الشغف العنوان وحتى المضمون كافين يزرعوا في الواحد الادرينالين وروح التحدي في ساحة الحركية حتى حاجة ما خاص تحبسك التجليات بانوا في ديربي باسكيت اللي تشد فيه 80 رجاوي موقف الجروب كان هو عدم الباشاج حتى يخرج اخر رجاوي ديك لا بيريود افيشينا دي ميساج مختلف المضامين ثلاث اللقاءات الموالية نذكروا ميساج ناتون دي با نوتخ فان والآية القرآنية ان ينصركم الله فلا غالب لكم ثم زونسون 1% اولترا ابخي كان ستوب اولترا دازو دي ماتش وجا ماتش كونتر ليون كونتر شباب المسيرة كانت واحد الرسالة من جمهور الراجا جمهور الراجا الشمس لا تغيب هاد الميساج يستحق الذكر الالتقاء عامل المسافة ومضمون الطلعة الدال على عدم رد عيار النجاح التحدي يحضر من جمهور الرجاء فعلا التحدي يحضر من الرجاء الأساتذة هكذا اللافتة مرفوعة في مدرجات الخاصة بأنصار الرجاء البيضاوي رغم أكيد المحاصرة الأمنية ولكن تحدي كبير من جمهور الرجاء البيضاوي نحن حاضرون نحن قادمون نحن نؤازر فريقنا وشوفنا المحاصرة الأمنية ومنعهم من رفع أكيد اللافتة التي تؤكد حضور فصيل الرجاء البيضاوي في المدرجات فعلا تعبئة أمنية كبيرة أينما حل وارتحل جمهور الرجاء البيضاوي نفس السيناريو يتكرر السيناريو الذي تابعناه في مباراة الفتح الرباطي والرجاء عندما رفع الجمهور طبعا لافتة الفصيل المساند ليد الرجاء البيضاوي والماسترز هنا والأساتذة هنا حاضرون